والآن مع كلمة المنسق العام لهذه الليلة الأستاذ هادي جعفر. السلام عليكم ورحمة الله. سعادة المستشار الثقافي الدكتور مرتضى عثمان، الحضور الكريم الأنيق الجميل، طاب مساءكم بألف خير. وأنتم هنا في هذا الحفل وهذا المحفل الجميل في حب السودان، عندما نتحدث عن العلاقات الأزلية بين مصر والسودان فأننا نتحدث عن روابط وإرث قديم وإرث لا حدود له، يمتد مع امتداد هذا النيل الخالد العظيم، وهو عميق بعمق البحر الأحمر من مدينة السويس الباسلة وحتى مدينة بورسودان الحالمة. النوبة هي جذر التواصل ما بين مصر والسودان كما تعلمون، والكيانات النوبية وغيرها هي أعمدة هذا الجذر، جذر التواصل. وإنه لمن دواعي سروري بأن يتم اختياري من قبل جروب نوبيان جروب أن أكون المنسق لهذا اليوم الجميل، ومعا نعمل، معا نستلهم الهمم، لنعتلي القمم، لنرتقي بالأمم، ومعا نفجر الطاقات لنصنع المعجزات، لنرتقي بشعوبنا وبلادنا، بلاد الحضارات والثقافات. وأكرر شكري للإخوة في نوبيان غروب في هذا اليوم، في حب بلادي، بلادي سهول وبلادي حقول وبلادي الجنة اللي شافوها، وللماء بر ما ليها سمع، بلادي أنا، بلاد ناس أنت كرم الضيف وحتى الطير يجيها جعان ومن أطراف تجيها شبع. ولا أريد أن أطيل الكلام، ونوبة ملي السلام، وشكرا جزيلا لكم.